تكريس للمشاورات التي أشرف عليها فخامة رئيس الجمهورية، وبعد المصادقة من طرف الشعب الجزائري ومن طرف البرلمان على الدستور الجديد، وجاءت تطبيقا لمضامين هذا الدستور، وهي رسالة قوية تعبر عن عبقرية وإبداع الشعب الجزائري وعزمه على المرور في هذا القرن الـ21 إلى تكريس الديمقراطية وتكريس المشاركة للمواطن وتكريس العمل السياسي الذي يطمح إليه المواطن الجزائري. فأنا متيقن بأنها خطوة عملاقة للجزائر، سوف تضمن إن شاء الله مسار سياسي وحركية سياسية هدفها هو أن يكون للمواطن عبر ربوع الوطن وفي كل مكان من هذه الجزائر القارة للمساهمة في العمل السياسي.